مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء، وهذا المرة بخصوص الحصيلة، حصيلة الإصابات بداء كورونا المستجد كوفيد 19 على الصعيد الوطني. فقد أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 86 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 4 من يومه الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6952 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 88584 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء والحمد لله من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 3758 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 192 حالة. وكعادتها تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وكعادتنا نستغل هذه الفرصة لنطلب من العلي القدير بأن يرفع هذا الوباء عن بلدنا الحبيب، وأن يمن بشفائه على كل المصابين، كما نترحم على كل الموتى الذين توفوا جراء هذا الوباء الخبيث. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.